هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، أما بعد، فهذا لقاء ممتد تبعا لما كنا قد تكلمنا فيه عن سورة النور، وقد ذكرنا في لقاءين سابقين ما كان فيهما من أحكام في صدر السورة. والآن ننتقل إلى الآيات المعنية بقصة الإفك، وهي آيات تنتهي عند الآية 26 من هذه السورة المباركة. وقصة الإفك تناولها أصحاب السيرة كما تناولها المفسرون لعلاقتهما بالأمرين، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن هو الذي نزل ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبل أن أشرع في تأملات والتفسير وبيان ما ذكره العلي الكبير في كلامه، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين جديد على خلاف ما كان عليه قومه، فواجهه قومه بأن اتهموه بالسحر والكهانة والجنون وغير ذلك. ومثل هذه الاتهامات وطن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على مقابلتها، فهي من جنس ما كان يتوقعه من أذى وصدود ورد لدعوته ممن لم يؤمن بها. لكن حديث الإفك ابتلاء من نوع آخر، ولا يوجد ابتلاء في السيرة العطرة والأيام النظرة في حياته صلى الله عليه وسلم مثيل له، ولهذا قال الله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهو حدث فريد لم يتكرر، ونوع من البلاء لم يقع إلا مرة واحدة في غزوة المريسية. واستصحاب هذا عند تفسير القرآن أو تفسير هذه الآيات المعنية بحديث الإفك أمر مهم جدا لطالب العلم في التأمل في كلام الله جل وعلا. فبعض الآيات الأحداث أو القضية تتكرر لأن نوع الابتلاء ينضوي تحت خيمة واحدة، أما هذا الابتلاء الذي بين أيدينا لا ينضوي تحت أي خيمة، إنما هو مستقل فرد لوحده، لم يعهده النبي في مكة ولم يعهده في المدينة إلا ذلك الحين، ثم انجلى بعد شهر من الأسى بإنزال الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهو أول ما سنفسره، إلى قوله سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا التأصيل الأول. الأمر الثاني أن الناظر في القرآن لا ينبغي عليه أن يحكمه شيء واحد، وإنما هي معاني تقرب للناس بحسب فهمنا لكلام الله، وإلا لن يصل فهمنا أو تعبيرنا عن مراد الله إلى المعنى المقصود الأسمى، لأن تعبيرنا وفهمنا لكلام الله لن يصل أبدا إلى نص القرآن نفسه، فنص القرآن مقدس ومقاربة العلماء لذلك النص غير مقدسة. سنتكلم ابتداء عن الشخصيات التي تتعلق بقصة الإفك، حتى إذا شرعنا بعد ذلك في تفسير الآيات تكون الصورة واضحة جلية لك. أولها بالطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غني عن التعريف. ثم الصديق بوصفه والد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأم رومان أم عائشة رضي الله عنها، وزوجة من؟ زوجة أبي بكر. وهؤلاء الثلاثة قد لا يكونون مقصودين أصلا بالأمر، وإنما الأمر أول ما ينصرف إلى عائشة وإلى صفوان ابن المعطل. عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كذلك أشهر ما نعرف بها، لكن نعرف بالشيء الذي يتعلق بالقضية. رزق النبي صلى الله عليه وسلم حبها، وأتاه جبريل بصورتها، يعني وضع في رواية سرقة من حرير، في رواية كفه، وجد النبي وفي تلك الكف أو في تلك القطعة من الحرير كانت صورة عائشة،
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ستكون زوجته أو شيئا من هذا، وقال إن يريد الله خيرا يمضه أو إن يريد الله شيئا يمضه. ثم كانت زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد الهجرة بنى بها النبي في شوال. هذه المباركة أنزل الله جل وعلا فيها هذه الآيات بيانا لبراءتها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها ودفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضها. أما من رمي بها أو رميت به فهو صفوان ابن المعطل السلمي، أحد خيار الصحابة، ومما يدل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا أنه مات شهيدا، والظفر بالموت شهادة ليس بالأمر الهين، فقل ما يعطاه كل أحد. والله يقول ويتخذ منكم شهداء، ليس كل الناس يتخذ شهيدا. فصفوان بن المعطل لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان ذلك سببا جعله الله في نجاته كما سيأتي. من الشخصيات شخصيات خاضت في الأمر بشدة، وبعضها دخله مقاربة، تولى كبر الأمر على الصحيح عبد الله بن أبي منافق خزرجي النسب. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان القوم من الأوس والخزرج قد أجمعوا أمرهم على أن يولوه، أن يكون ملكا عليهم، اصطلحوا على أن يولوه ملكا، ولهذا اغتاظ من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند العلماء أنه وقع في الأمر وشارك في نشره. وحمنة بنت جحش، وحمنة أخت زينب. من زينب؟ زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، المنافسة لعائشة حظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو قدر أن زينب هي التي شاركت لكان الأمر فيه بعض العذر لا بعض الجواز لكونها منافسة لعائشة، لكن الورع عصمها ولم تقل كلمة واحدة في عائشة، لكن حملة أختها انتصرت لها. وأحيانا الإنسان تغلب عليه العاطفة فيريد أن ينفع غيره فيضر نفسه ويضر غيره، وربما لا يصل إلى ضرر غيره كما فعلت حملة. فحملة لا علاقة لها بعائشة، هي زوجة لطلحة، لكنها أرادت أن تنصر أختها أمام عائشة فشاركت في النقل لعلها تصيب من ذلك نقصا في عائشة، وهي لا تعتقد صحة ذلك، لأن الله قال تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، لا يوجد شيء مستقر في القلب، لكن المراد أنها أرادت نصرة أختها، فنصرتها لأختها أعمت بصيرتها عما تنظر إليه. مصطح بن أثاثة ابن خالة لأبي بكر، فقير مستضعف، كان أبو بكر ينفق عليه، هذا شارك في قضية إشاعة الأمر، كان أبو بكر ينفق عليه وهو بدري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وليس المعنى أنني قد أذنت لكم بالمعاصي، لو كان المقصود هذا لما عتب مصطح هنا ولما حد على قول أهل العلم وأقيم عليه الحد. هذا مصطح أحد الذين شاركوا، أبو أيوب الأنصاري أحد الذين عصمهم الله هو وزوجته وقالوا خيرا، وقالوا عن ذلك الإفك هو الكذب بعينه. الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يقول إنها بريرة وبعضهم ينفي، يقول إن بريرة لم تكن بعد في عهدة عائشة، وأيا كانت تلك الجارية فإنها امرأة عصمها الله، قالت يا رسول الله أهلك ولا أعلم إلا خيرا، وذكرت أنها امرأة عن عائشة أنها امرأة تغفل عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله. أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشخصيات الحاضرة في القصة، استشاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وعبارة ولا نعلم إلا خيرا تدل على كمال عقل، فهي ليست مفرطة في المدح ولا تقارب الذم أبدا، لكنها في نفس الوقت فيها شيء من التزكية، وهي عبارة لو استخدمها المزكون اليوم تكون جيدة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاتم الخلفاء رابع الحنفاء رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، وليس المقصود اتهام عائشة،
لكن عليا ليس كأسامة، أسامة مولى لا يلحقه عيب لو وقع الأمر حقا. أما علي ابن عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما ينتسب إلى بني هاشم، فهو عصبة للرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم عصبة له، فهو ينظر من باب أن الأمر يتعلق ببني هاشم وزوجاتهم، فهو يريد أن يغلق الباب ويسد على الناس طرائق أقوالهم، ولم يرد أن يتهم عائشة، لكنه ملف يريد أن يغلقه وقضية لا يريد لها أن تثار. هذا المقصود من مقول علي رضي الله تعالى عنه: النساء وغيرها كثير، يعني ان تعلق قلبك بها حبا تزوج غيرها ينسيك اياها، وانفك من مسألة ان يقدح الناس فيها. هذا مقصود قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها بعد سنين من هذه الحادثة: ان عليا لم يكن بيني وبينه الا ما يكون ما بين المرأة واحمائها، اي من قرابة زوجها. هذه الشخصيات التي يأتي خبرها في قصة الإفك، ثم شخصيات غير مسمى وهم عامة المؤمنين وعامة المنافقين، لكن هذه آحاد ذكرت وأفراد مميزون جاء ذكرهم في القصة. هذا كله قبل أن نعرف ما هي القصة، قبل أن ندخل على التفسير. تاريخيا كانت في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، في السنة الخامسة تقريبا، المكان قبل دخول المدينة، في منطقة تسمى اليوم العشيرة إلى الآن، حوالي 20-30 كيلو بعد الخروج من المدينة في طريق الهجرة الجديد. هذا المكان وهذا الزمان وهؤلاء هم أفراد القصة. أما القصة إجمالا على وجه الإجمال، لأنني أفسر لا أشرح سيرة هنا قبل أن أدخل في الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه ابتغاء للعدل، يذهب إلى غزوة، جاءت القرعة لعائشة على عائشة بقدر الله، خرج عليه الصلاة والسلام بعائشة، أتى المريسيع، حصل ما حصل، سبي بعض قتال، اقتتال على الماء، مناوشة بين الأوس بين المهاجرين والأنصار، أراد أن يثيرها عبد الله بن أبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي القضية، أمر الركبة بالرحيل في غير ساعة يرحلون فيها. تفقد أم المؤمنين عقدا كان عليها، العقد أي شيء يحيط بالعنق يراد به الزينة يسمى عقد، فإذا أحيط بالمعصم يسمى سوار، فإذا أحيط بالإصبع يسمى خاتم، هذا في حالة كسر العين، إذا فتحتها قلت عقد، فهو أي اتفاق بين طرفين، هذه لغويات. ذهبت إلى ذلك المكان الذي يرجى فيه أن تكون قد فقدت فيه عقدها. في تلك اللحظات رحل الجيش، هناك مسؤولون عن هودج أم المؤمنين، امرأة نحيلة آنذاك حوالي في 14 من عمرها، قليلا ما تأكل اللحم، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لها متزوجة إياه إلا 3 سنين أو 4 على الأكثر، ما زالت خفيفة اللحم، فالهودج هي فيه أو غير فيه لا يكاد يتغير على أشداء الرجال، عندما يكون الذي يحمل ضعيفا يميز، لكن أشداء الرجال حتى يحملوا امرأة في 14 لن يظهر لهم فرق، حملوا الهودج وهم لا يشكون لحظة أن أم المؤمنين فيه، وهي خارجه عادت لم تجد نبي الله عليه الصلاة والسلام، لم تجد القوم جميعا، ماذا تصنع؟ لا يمكن أن تغدو وتروح، لا يوجد وسائل اتصال. ذهبت إلى شجرة في نفس المكان، أخذت عليها رثامها وغطاءها وجلست، غلبها النوم بقدر الله، صفوان بن المعطل كلف بساقة القوم على الأظهر، تأخر عن الجيش لأي سبب ليمضي قدر الله، ولا نوغل في بحث عن هذه الأسباب لأنه تأخر صرف النظر عن سبب تأخره. لما أتى إلى المكان الذي فيه الجيش أصلا، وجد الجيش قد ذهب وهو يعلم ذلك أصلا، لكنه وجد شبحا خيالا اقترب منه، فإذا هي أم المؤمنين مع نومها، أميط اللثام عن وجهها فعرفها، وكان يراها قبل الحجاب، فلما عرفها ولن تخفى عليه، مجتمع المدينة مجتمع صغير قد لا يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها، لكن الإنسان لا يجهل أن هذه ابنة فلان إذا رأها مرة أو مرتين، فاقترب منها بقدر الله، ألهم أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أراد الله شيئا هي أسبابه، ومن أراد الله أن يرحمه فتح له طرائق الرحمة وألهمه ما يقول وأعانه على ما يفعل. وينبغي أن تعلم أنه ما يرفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا ينزل شيء من السماء إلى الأرض أعظم من التوفيق. المقصود قال رضي الله عنه وأرضاه: إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت عائشة استرجاع صفوان، أفاقت على استرجاعه
فلم تتكلم